المؤتمر الشعبي العام أنا للأمة، المؤتمر الشعبي العام أنا للجماهير في كل مختلف ربوع الوطن. فهنيئا لهذه الجماهير وهنيئا لهذا الشعب. هذا تنظيم الذي دفع الغالي والرخيص في خلال فترة حكمه للدفاع عن أرض وسيادة الوطن وأمنه واستقراره. ولا أستطيع في هذه العجالة من الأمر أن أعدد منابر ومنجزات المؤتمر الشعبي العام وزعيمها الرمز علي عبد الله صالح. فهي شاهدة للعيان، فهي شاهدة للعيان ما هذه المنجزات والصروح العلمية الشامخة التي نحن فيها اليوم. بالمنشآت العملاقة لا يمكن لنا، لا يمكن لأحد أن ينكر تسوير اليمن وحدودها من كل اتجاهات. لا يستطيع أحد أن ينكر قناة المؤتمر الشعبي خلال فترة حكمه. وما أسس وما عمله من أجل الوطن وثوابته الوطنية ودفاعه عنها والحفاظ عليها.